النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. تفضل سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة بحضور حفل إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع العرين وافتتاح أبرز منتجعات رافلز العالمية في مملكة البحرين. التفاصيل في التقرير التالي. في إطار حرص مملكة البحرين لتعزيز القطاع السياحي، تم إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع العرين وافتتاح أبرز منتجعات رافلز العالمية. وخلال الفعالية أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن ما تشهده مملكة البحرين من توسع في إنشاء العديد من المرافق والمنتجعات السياحية يجسد ما تتمتع به البحرين من بيئة مثالية للاستثمار في القطاع السياحي والفندقي، وما تحظى به من مكانة متميزة على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية. واطلع سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة خلال جولة لسموه في الفندق على عرض يشرح البدء في المرحلة الجديدة للمخطط الجديد لمشروع العرين وما يتضمنه من مرافق، واستمع سموه إلى شرح على المراحل التي مر بها المشروع وما يحتوي عليه الفندق من مرافق حيوية وخدمات عصرية ومتطورة تتميز بالطابع الجمالي الراقي وتعمل على اجتذاب المزيد من الزوار من داخل وخارج المملكة. نحن فخورون للغاية بوجودنا في البحرين ونفتتح الفندق والمنتجع في العرين. شركة جي اف اتش هي شركة تطوير تركز حقا على التفاصيل. اليوم أمضيت بضع ساعات مع الرئيس التنفيذي وشاهدت تطوراتهم الجميلة في وسط المدينة حيث تم تنفيذها بشكل جيد، وهذا ما يجعل الشركة شريكا رائعا للغاية. الحمد لله احنا سعيدين اليوم بافتتاح فندق الرافلز في قصر العرين وإعادة إشهار مشروع العرين من مجددا. هذا المشروع ووجود فندق رافلز في مملكة البحرين يعني الكثير ويصب في أهداف مملكة البحرين الخطة السياحية 2023-2026، ونتمنى ان احنا نكون يعني نصب ونتكاتف مع جهود المملكة في يعني الارتقاء والوصول الى الاهداف المرجوة. يهدف المخطط الرئيسي لفندق رافلز قصر العرين البحرين الى ترسيخ المشروع كوجهة راقية للمعيشة والضيافة والترفيه والتجارة، إذ يقع بالقرب من منتزه ومحمية العرين للحياة البرية في المنطقة الجنوبية من مملكة البحرين وعلى مقربة من حلبة البحرين الدولية ومسرح الدانة. تجربة اللي نحاول احنا نعطيها السكان او الزبائن للمشروع ان هم يعيشون ضمن مثل ما نقول قرية سستينبل، يكون عندهم الخصوصية ويستفيدون من البيئة الطبيعية اللي موجودة أصلا في منتجع العرين اللي تتميز بهواها وجوها طبعا مختلف عن جو المدينة. وحاولنا قد ما نقدر أن احنا طبعا نعيد إطلاق المشروع بصورة مختلفة مراعين كل عوامل الجودة الموجودة. الحمد لله قدرنا ننفذه في فترة قياسية. وتم تحديث المخطط الرئيسي وتحسينه لمواكبة الاتجاهات الجديدة للصحة واللياقة البدنية بالإضافة إلى شوارع التسوق التي يمكن المشي فيها. ويتوسط مشروع العرين أحدث فندق من فئة 5 نجوم في البحرين، وهو فندق رافلز قصر العرين البحرين الذي تم تصميمه وفقا لمعايير رافلز الصارمة ليكون واحدا من عروض الضيافة الأكثر فخامة في البحرين، حيث يعكس الطابع العربي الجذاب إلى جانب الرقي والفخامة ذات المستوى العالمي. يأتي إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع العرين وافتتاح منتجعات رافلز العالمية لتعزيز القطاع السياحي في مملكة البحرين وإضافة لمسة فاخرة وفريدة لقطاع السياحة البحريني. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. هذا وأكدت الدكتورة أحلام زينل الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة أهمية إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع العرين وافتتاح أبرز منتجعات رافلز العالمية في مملكة البحرين. اليوم بافتتاح فندق رافلز قصر العرين
الذي عد من المشاريع الاستراتيجية في قلب مخطط العرين. طبعا يضم الفندق 78 فيلا فندقية تتراوح ما بين غرفة إلى 3 غرف ومساحات مختلفة من 400 إلى 700 متر مربع لكل فيلا، وكل فيلا تحتوي على فناء وحديقة ومسبح خاص بها. طبعا الفندق يحتوي بالإضافة إلى الفلل مرافق أخرى منها برك سباحة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى نادي صحي وحدائق جديدة تم تصميمها وإضافتها للعب الأطفال وللكبار أيضا لممارسة اليوغا والاسترخاء، وحدائق أخرى تطل على محمية العرين. بمناسبة هذا الافتتاح اليوم أطلقنا هوية جديدة لشركة العرين القابضة تحت مسمى عرين، وتم خلال هذه السنة استحداث تصميم مخطط العام للعرين بحيث يضم مشاريع حيوية أخرى منها فنادق ومحلات تجارية ومرافق صحية ومناطق سكنية لتعزيز السياحة بالمنطقة الجنوبية. وبهذه المناسبة طبعا أود أن أشكر الجهات الحكومية الخدمية على الدعم اللامحدود وأيضا المتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة، ونتطلع إن شاء الله في المستقبل إكمال مشاريع حيوية أخرى في المخطط العرين. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة وعضو مجلس إدارة في صندوق العمل تمكين، نظمت ستارت أب بحرين المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين مؤخرا النسخة 9 من سلسلة جولات ستارت أب بحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، صندوق العمل تمكين، ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية. وخلال الفعالية عرضت 4 شركات ناشئة بحرينية مشاريعها وأفكارها المبتكرة أمام لجنة التحكيم التي ضمت عددا من الحكام المحليين والإقليميين. وبعد جلسة تقييم من لجنة التحكيم أجرت خلالها اللجنة تقييما شاملا لإمكانات وأفكار كل شركة ناشئة الإعلان عن فوز أحمد فرج مؤسس شركة لومو فاي بالمركز الأول، وهي منصة للتعليم والتطوير وتساعد الشركات في احتياجاتها المتعلقة بتطوير الموارد البشرية. الفعالية 9 من جولات ستارت اب بحرين، شاركت معنا نخبة من الشركات الناشئة في مختلف المجالات، كلها تعمل في قطاع التكنولوجيا وتخدم القطاعات المختلفة، واحنا فخورين بمستوى الشركات اللي عرضت مشاريعها اليوم على لجنة تحكيم من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. احنا فينتشر كابيتال فاند استثمار جريء موجودين في السعودية ونستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا اليوم ما شاء الله شفنا 4 فرص استثمارية كانوا اليوم متقدمين إلى البرنامج، وما شاء الله كل أحد فيهم كان عنده كثير من الكفاءات وكثير من خلينا نقول الأشياء اللي ممكن تقديمها أو ثغرات اللي ممكن حلها في السوق، لأن مثل ما تعرفون أنه أي رائد أعمال لازم أنه يقوم بسد فجوة موجودة أو ثغرة في السوق، فما شاء الله اليوم شفنا كفاءات عالية وأعتقد أنه بيكون لهم يعني باع طويل في المستقبل. احنا منصة تكنولوجية مبنية على الذكاء الصناعي تستهدف المؤسسات والشركات في التطوير والتدريب المهارات لأخذهم للمرحلة الثانية أو المراحل المتقدمة في تطويرهم وفي الأهداف في أهداف المؤسسة والمنظمة.